مش تعرفها، فاكيد هو عارفها. يحكي لنا برضو شويه أكيد. ماذا حدث في كواليس شهر يناير، وكان من المفترض ان يكون محمود متولي متواجدا في النادي الاهلي في ذلك الوقت. خلينا نعرف ماذا حدث من كواليس تخص هذا الموضوع من بغدادي وكيل محمود متولي. ابو بغدادي ازيك؟ الحمد لله كابتن، مساء الخير، ازيك؟ اخبارك ايه؟ واولا الف مبروك طبعا النهارده وجود متولي في النادي الاهلي بعد رحله طويله جدا جدا امتدت لسبع شهور اهو، او اكتر بقى يمكن من قبل كده كمان. مظبوط، هو طبعا مبروك لكابتن محمود متولي انضمامه لاحد اكبر الانديه النادي الاهلي، طبعا اكبر نادي في مصر في قاره افريقيا واحد اكبر الانديه في العالم يعني اللي احنا كلنا بنعتز بيه. هو فعلا المفاوضات بدات مع كابتن محمود متولي من خلال كابتن محمد فضل، زي ما الكابتن محمود متولي صرح. ايوه. كان حوالي تقريبا من شهر نوفمبر 2018. وكان الكلام كله ان عمليه الانتقال هتتم في يناير، ولكن حصل تواصل ما بين كابتن محمد فضل ممثلا في مدير اداره التعاقدات في النادي الاهلي مع النادي الاسماعيلي، اداره النادي الاسماعيلي، ولم يتوصلوا لحل وسط يعني، واجلوا الموضوع لاخر السنه. تمام. بالفعل استلم الملف من كابتن محمد فضل كابتن امير. طبعا انا حابب ان انا اشكر من خلال حضرتك كابتن محمد فضل لدوره القوي معانا بصراحه، حاجه يعني ولا اروع، وده اللي احنا عاهدناه كاحد ابناء النادي الاهلي. واستلم الملف بعد كده كابتن امير توفيق اللي ما يتخيرش عن كابتن محمد فضل حاجه بصراحه، وتم التفاوض معانا. كنت حريص جدا ان انا ابعد اللاعب نفسه عن عمليه التفاوض، خصوصا لاعب مرتبط بعقد ساري مع النادي الاسماعيلي اللي بنكنله كل حب واحترام، خصوصا ان انا اسماعيلاوي وانتمائي اسماعيلاوي يعني، وبنحافظ طبعا على احترامنا لجمهور النادي الاسماعيلي اللي انا واحد منهم وبتشرف بكده. لكن لما نيجي نتكلم عن مستقبل لاعب بيبقى الموضوع شويه مختلف، خصوصا ان هو لاعب محترف، وارد يكون موجود في نادي، وارد يكون في نادي اخر. كابتن امير تولى الملف يعني تعاقد مع كابتن محمود متولي، ومشي الموضوع بشكل كويس جدا. تلقينا عروض مغريه من انديه كبيره جوه مصر وانديه بره مصر، انديه عربيه، ولكن كان البريورتي او الافضليه بتاعتنا كانت للنادي الاهلي. ليه؟ ها؟ نعم، بقولك ليه؟ لاعتبارات كتيره جدا. اول حاجه احنا طبعا اسم النادي الاهلي والكيان بتاع النادي الاهلي والمنظومه بتاعه النادي الاهلي وشكل المفاوضات اللي تمت بشكل شيك جدا من بدءا من كابتن محمد فضل مرورا بكابتن امير توفيق، من خلفهم طبعا كابتن محمود الخطيب، كان الموضوع ماشي بشكل يعني بروفيشنال جدا. ادانا انطباع ان احنا يعني الموضوع ماشي بشكل احنا استريحنا نفسيا لحاجه زي كده. لما نيجي نتكلم الموضوع ما بيبقاش تقريبا يعني متولي كان جاي له عرض ضعف قيمه انتقاله للنادي الاهلي من جوه مصر، ضعف القيمه بالضبط من جوه مصر. فجوه مصر ومره لا، بغدادي انت سامعني ولا لا؟ هو انا سامع حضرتك. بقول لك هو من جوه مصر ولا من بره مصر؟ من جوه يعني. لو هو كان معروض عليه جنيه، لو كان معروض عليه جنيه داخل النادي الاهلي، معروض عليه 2 جنيه من خارج النادي الاهلي. مظبوط مظبوط يا كابتن. مظبوط. فكانت البريورتي بتاعتنا ما كانتش ماشيه في اتجاه القيمه الماديه قد ما يكون ان انا بدور على مصلحه اللاعب نفسه من خلال الاستقرار الفني والاستقرار الاداري والكيان نفسه والمنظومه باكملها. ده اللي احنا بصراحه يعني شفناه، وشفنا ان احنا نقدر نستفيد بحاجه زي كده. تمام. وعلى هذا الاساس اخترته النادي الاهلي ان يكون وجهه محمود الاهلي، وبدات المفاوضات ما بين النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي. وحصلت ما بين النادي الاهلي وما بين النادي الاسماعيلي بروتوكول تعاون بين الناديين، وادى لتعاون مثمر هو انتقال محمود متولي للنادي الاهلي، ويبقى ده يفتح الباب لشكل جديد ما بين الناديين على المدى القريب والمدى البعيد باذن الله. تمام. يعني نتمنى لك كل التوفيق يا بغدادي، وان شاء الله تبقى حاجه جميله جدا وجود محمود متولي في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. شكرا لدورك الحقيقه المحترم وكلامك المحترم
على نادي عظيم ونادي كبير زي النادي الإسماعيلي. متولي أندية تانية